ويلكم يوتيوب، رجع لكم بفيديو جيمنج جديد. والفيديو هو النهارده جيمنج على لعبه ببجي برضو، بس انا لوحدي. اخويا مش هيطلع معايا في اللعبه عشان مش هنعرف نصور الكمبيوتر، فاحنا هنصور برضو في التليفون. وطبعا النهارده ان شاء الله في الجيمنج، الفيديو الجيمنج ده ان شاء الله اطلع الاول، او مش عارف ممكن ما اطلعش الاول، بس هنزل بوشكي عشان عايز انزل حته فيها ضرب كتير وكده. بدانا طبعا اهو بوشكي، بعيده شويه بس احاول. طبعا يا جماعه اللي عايز يلعب معايا اليوزر نيم اهو، انا الصاري، انا الصاري كله سمول، انا الصاري 11 تمام. يعني هتبحث عليه في اللعبه هتلاقيه، مفيش غيره اصلا، مفيش غيره هو يعني. طب الناس اللي معاه كان زي سكول مع نفسهم شكل كده مش هلحق، فالف وارجع على السكول. شكل السكول مليانه يا جماعه، السكول مليانة. انزل على السطح، مش عارف انا بنزل بلاش ولا هنروح اللي بيضرب يا جماعة، هنروح له دلوقتي عشان مش عايزين اي حد دلوقتي يبقى معانا في المدرسة يقعد يزاولنا ولا حاجة. في حد هو بيضرب عليا يا جماعة، بيضرب عليا دلوقتي، انا نقصت. واحد ماشي بقى، قتلت واجه عاش، قتلت اول واحد. هو بعد اللي تعارك بصوتيه حلوة برضه، خد انا متعملش حاجة. بس في واحد تاني ماشي، هو هنا يا اما هو فوق يا شباب، شكله كده هو فوق. انا مش عارف هو فين الصراحة، انا شكله هطلع في السطح، مش موجود في السطح، يبقى هو تحت مش عارف. او شفته يا جدعان اهو، مش لاقيه، استخبى جوه. شكله شكله مش هفضل واقف لك بالبتاع. ما جاتش. قتلني حد يعالجني يا جدعان. اقول له ايه ده؟ اقول له المجد ده ولا ايه؟ المجد شكل كده في واحد طالع. خرب بيتك يا جدع، يا جدع نزلت ليه؟ مشكلة احنا ما بعرفش العب وانا بصور الصراحة. كلهم بيموتوا دلوقتي. قريت في واحد طالع لي يا جماعة، في واحد طالع لي. A few moments later هو بيعالجنا اهو، بيعالجنا في اخر وقت. السلاح مش عايز يجيب دلوقتي معايا، مش عارف في ايه يا جماعة. السلاح ضاع خالص، مش عايز يدوس. ده كده في حاجة بقى، السلاح يا جدعان مش عايز يدوس كده. ما هو السلاح مش عايز يدوس يا جدعان، ما هيعمل ايه؟ انا قد انا دايس على اكتر من 10 مرات يا جدع، مش عايز يعني. ما علينا، ممكن يكون بسبب برنامج التصوير برضه مش عارف، اصل انا قاعد بسال كتير بس عايش. الله يكبر الناس اللي معرفوش. يكون اول جيم موتت فيه واحد والسبب ان انا نازل سكول ومكنتش عامل حسابي. ما علينا، عادي ان شاء الله. الجيم الجاي هلعب جيم تاني دلوقتي معاكو، وهنزل بوشينكي، بس ان شاء الله كله على الخط، عشان كل مكان بتلاقيه على الخط، كل مكان بتلاقيه على الخط وانت ماشي بيبقى فيه ناس اكتر، فاهم؟ وفي اسلحه كويسه مثلا على المظلة. خلاص هننزل بوشينكي، هننزل بوشينكي برضه.
حاسس ان هيبقى زي نفس الجيم اللي فات. خلاص هو الجيم باين من اوله، هو ما نزلتش بشنك بعيدة. في واحد بيمشي يا جدعان، عندي يا جدعان، انا مش معاه سلاح. شايف واحد متهيألي هيخش البيت، ما هطلع اجري فوق بقى. طالع مشكلة، لا مش لاقي ولا سلاح، كلها قنابل. ثم هدور الأسلحة وأنا الحين وأنا بحذف القنبلة. في واحد طالع، وإيه ده؟ مش عارف ألعب والله، مش عارف ألعب. المشكلة مش عارف، كل ما انزل حته، كل ما انزل حته ما الاقيش اي حاجه. كل ما اروح على بوشينكي الاقي نفسي نزلت قبليها، مش عارف. وبس كده، وده الجيم، جيم غريب جدا. مش عارف، كل ما انزل انزل يا اما بدون سلاح يا اما انزل اموت. وبس كده، وده الفيديو. متنساش تعمل لايك واشتراك للقناه وتعليق. وبس كده، متنساش توصل الفيديو 50 لايك. والسلام عليكم.